ننتقل إلى تونس الآن، حيث نظم عدد من عناصر قوات الأمن وقفات احتجاجية في عدد من المقار الأمنية، ودعا المتظاهرون وزارة الداخلية للاستجابة لمطالبهم المتعلقة برفع قيمة التعويضات المتعلقة بالمخاطر والعمل في مناطق النائية. وندد المحتجون بمواقف لجنة المفاوضات التابعة لوزارة الداخلية، واتهموها بمحاولة العودة بالمؤسسة الأمنية إلى السياسات التي انتهجها النظام السابق.